أهلا وسهلا طلابنا، أهلا بالرابع، أهلا بلمار وسلمى وياسمين ورامز، أهلا وسهلا فيكم. هلا يا علي. كيفكم؟ رابع، هي هون رابط الحصة، يا ريت تشيروه على أصحابكم مشان نستفيد كلياتنا. تمام حبيبتي، الله يسعدك. هي الرابط موجود عندكم، يا ريت تشيروه وتخبروه رفقاتكم زملائكم بالمدرسة بالصف عشان كلنا نستفيد مع بعض، لأنه هلا بدنا نبلش مثل ما حكينا اليوم بالمراجعة. اليوم رح نراجع أول وحدتين، إن شاء الله تكون مراجعة كافية. نخلص اليوم وبكرة إن شاء الله الكتاب كامل، بنراجع الكتاب كله، وهيك تكونوا أنتم إن شاء الله مجهزين للامتحان النهائي. كيف لمار؟ شو هو كيف حبيبتي؟ كيف بدك تشير الرابط؟ هلا الرابط اللي موجود حبيبتي عندك موجود بال اوكي، هاي الرابط بتكبسي عليه وبتبعتي شيري. ممكن تبعتي واتساب ماسنجر، هلا حبيبتي كارمين. ايش يا كارمين، عندك شي سؤال؟ ليان اهلا وسهلا حبيبتي، هلا فيكي. حبيبتي يلا اوكي، هلا نبلش شوي، بس نستنى شوي مشان زملائنا يدخلوا. لسه عندكم دوام رابع الأسبوع الجاي ولا خلصتوه؟ ختمتوا وخلصتوا؟ كيف الأمور عندكم؟ في دوام، تمام. ختمته تمام. حلو سلمى. على سوى الكتاب ختمته. متأخرين والله يا علي. امتى امتحاناتكم علي؟ اخذت الجدول ولا لا؟ أربعة ستة سلمى، أوكي تمام. سبعة ستة ليان متأخرين، أوكي. معناتها ما كل المدارس بأول الأسبوع يعني.
طيب يلا إن شاء الله موفقين يا رب، وهيك تكون اختبارات لطيفة وما تنضغطوا. هلا أهم شيء أنتم ما تنضغطوا، ما تخافوا. الاختبارات هي شوي بتضغط، بتصير في توتر، بتصير في شوية خوف، بس أنتم ما شاء الله عنكم. معقول؟ أوكي. يلا مشكلة، لا هي تقريبا كل الامتحانات رح تبلش بأول 6 تقريبا، يعني مثل ما قريت في عالم 64 عالم 67، بس تقريبا كله الأسبوع الأول من 6. يلا موفقين إن شاء الله يا رابع، وإن شاء الله يلا السنة الجاية بنشوفكم على الخامس. طيب هلا احنا رح نبلش شوي، نتذكر شوي شو أخذنا، شوف هلا شو نساوي. هلا نبلش احنا من اول كتاب مثل ما حكينا. اوكي، هلا انا راح نمر على السريع على كل درس على الافكار الرئيسيه. بنسال مع بعض، نحكي مع بعض، بنجاوب مع بعض، وبنشوف حدا اي حدا عنده سؤال، اي حدا عنده شيء، واي نقطه مش فاهمينها. تمام، يعني احنا بدنا نطلع هلا من هاي الحصه، من هدول الوحدتين اللي ناخذهم اليوم، يكون امورنا تمام، ما في اي مشكله فيهم، ما في اي سؤال عليهم. اي شيء بيخطر على بالكم، اي سؤال بتحكوا لي اياه. انا مثل ما قلت لكم هديك الحصه، في اي شيء بتكون تسالوه بتكون هاي جهزوه مشان اليوم نشتغل عليه. تمام، طيب رابع، حكيتوا شيء مع أصحابكم؟ شيرتوا، حكيتوا معهم اللي كان داخل معنا، في الطلاب اللي كانوا يلعبوا دائم؟ طيب أوكي، اللي رافع إيده في عندكم شي سؤال؟ ثواني بس أتأكد هون. ليان عندك شي سؤال؟ يلا ليان، إيش حبيبتي؟ عندك شي سؤال؟ هاي مس عسى يا مس ناخذ. السلام عليكم مس. هلا وعليكم السلام حبيبتي، كيفك؟ مس انا فاتح بحساب اختي لانه ماما طلعت. ولا يهمك. طيب مس عسى لو سمحتي ان ناخذ اول درس وثاني درس. اول وحده حبيبتي وثاني وحده. شكرا يا مس. هلا حبيبتي، هلا. وبكره كمان يا مس؟ ايوه اليوم وبكره، مشان ان شاء الله بكره بنختم وتكون امورنا تمام. تمام يا مس. تمام حبيبتي. أنا حافظة يا مس الدروس اللي قبل، وراجعتهم يوم الخميس وفهمتهم كلهم. تمام، برافو عليكي، برافو. هلا نحن حبيبتي هلا بتعتبر هاي مراجعة مشان الامتحان، اوكي؟ يعني تمام. عندك أي سؤال، عندك أي شيء بتسأليني إياه، وبنفس الوقت بنراجع المعلومات كلها مع بعض، إن شاء الله تكونوا هيك جاهزين للامتحان، مشان إذا بدكم تدرسوا مواد تانية يكون في معكم وقت. تمام، أصلا يا مس مو أنتي فاتحة على الأبواب؟ كل ما ايش ما افهمه ارجع على حصتك وبفهمه. حبيبة قلبي، الله يسعدك، يلا ان شاء الله تجيبوا علامات كاملة ان شاء الله امين يا مس. حبيبي. لمار، نعيد درس المحيط والمساحة لأني ما فهمت. أوكي، أنا مثل ما حكيتكم حبيبي، هلأ رح نحن نبلش اليوم بالوحدتين الأولى والثانية، المحيط والمساحة بالوحدة بكرة إن شاء الله، وحدة القياس بكرة هاي. بس ممكن اليوم أعطيكم
إزازات معلومات القوانين تبعهم، القوانين الرئيسية، مشان نستفيد منها أو تحفظوهم لبكرة تكونوا حافظينهم. تمام؟ سلمى، في عندك شي سؤال سلمى؟ سلمى؟ سلمى رافعة إيديك، فتحت لك المايك، في عندك شي سؤال؟ طيب أوكي. لمس. طيب ما. لامس ما عندي السؤال. أوكي حبيبتي، يلا راح نبلش احنا. هلا احنا بتذكروا كان كسور متكافئة، احنا نحاول نحكي مع بعض اي شيء ما فهمانينه، اي شيء ما هاي بنعيده مع بعض. ومثل ما حكيت لكم زاد معنا وقت بناخذ لمرمطك الهم، راح اعطيكم قوانين تبع المساحه والمحيط عشان تدرسوهم وتحفظوهم لبكره. تمام؟ هلا الكسور متكافئه، مين بيقدر يتذكر شو يعني كسور متكافئه؟ هلا انا بدي احاول انه نحكي كلياتنا مع بعض. تمام؟ يلا مين بيقدر يتذكر شو يعني الكسور المتكافئه؟ مس انا. يلا تفضلي. مس تسمى الكسور التي يمثلها الكمية نفسها. شو يعني الكمية نفسها؟ يعني إنه يكون المقدار مثله، كله مثل إشي. برافو عليكي. طيب أنا كيف ممكن طالع كسور متكافئة؟ حكينا بتذكروا كان في طريقتين، ضرب وضرب وإيش؟ وإيش؟ إيش إيش عكس الضرب؟ ليان ايش عكس الضرب؟ عكس الضرب قسمة. تمام، عطيها ضرب يا قسمة. تمام؟ هلا حكينا احنا اذا نتذكر اذا كان العدد صغير نضرب، اذا الاعداد كبيرة نقسم. تمام، برافو عليك. اوكي طيب شو رايكم نحاول، راح افتح انا المايك اوكي مشان نحكي مع بعض ومنجاوب مع بعض. تمام؟ اللي ما مفعل بس عنده المايك خليه يفعله. مس يعني كل زملائي مفتوح عندهم المايك؟ أكيد. هلأ راح نفتح المايك أوكي؟ اسمعوني بس شوي رابع، اللي بطلب منه بيحكي. ماشي؟ أهلاً علي، يلا يلا رابع. هلا نحن وقت حكينا الكسور متكافئة، هي الكسور في لها طريقتين، اما بالضرب او بالقسمه. اذا كان العدد صغير نضرب، اذا كان العدد كبير نقسم. شو يعني متكافئة؟ المتكافئة يعني هي نفس الكسر، نفس الكسر، بس يا اما بنكبره او بنصغره. تمام؟ بس هني بيطلع له نفس القيمه، يعني الكبير اذا ضلينا عم نقسمه نوصل لنفس العدد، والصغير إذا ضلينا عم نضرب نوصل لنفس العدد. تمام؟ طيب بدي أطلب أنا من بس عادي حل. لا دقيقة شوي، هلا اللي بطلب منه بحل. أوكي بدي أطلب من أهلا يا رولا، هلا فيكي. بدي أطلب من علي. علي أمس. هلا علي، يلا يا علي أعطيني 3 كسور مكافئة للاثنين على 5. يلا حكينا شو نعمل كسور مكافئة، شو نعمل؟ إما بدنا نضرب أو بدنا نقسم، صح؟ نقسم. طيب هدول الأعداد كبار ولا صغار؟ صغار. صغار معناتها لازم أضرب ولا أقسم؟ أضرب. برافو عليك. يلا شو بدك تضرب؟ 2 في 5. يعني تضرب الخمسة؟ 2 في 5. تمام. والمقام شو بدك تضربه؟ 5 كمان، ب5. برافو عليك. طيب 2 ضرب 5 كم؟
10 ناس برافو. وخمسة ده خمسة خمسة ناس وعشرين برافو. اه يا ماس بس أنا رولا. اهلا يا رولا، اهلا وسهلا فيك يا حبيبتي. مس بأي صفحة؟ نحن آه حبيبتي ساعتنا على اول درس، هلا بلشنا معنا زمان. تمام اهلا فيك. طيب يلا يا علي، هذا اول كسر، اعطيني كسر ثاني مكافئ. هلا احنا ضربنا اول شيء بخمسه، اه؟ اضرب اي عدد ثاني بدك اياه. ثلاث ثلاث، برافو عليك، بزبط. يلا، اثنين ضرب ثلاث. ستة برافو عليك. وخمسه ضرب ثلاث. 15 برافو عليك، تمام. تمام علي؟ تمام. يعني نحن نضرب باي عدد، اوكي؟ اوكي. يلا، برافو عليك. اهلا وسهلا بديانا. هلا يا ديانا. اوكي، هلا احنا حكينا هاي طريقة الضرب. هلا بنشوف وقت بيحكوا لنا شوفوا كلمة بأبسط صورة، هاي متى ما قالوا لنا بأبسط صورة أنا ما بفكر، دائما قسمي. كلمة أبسط صورة شو يعني؟ قسمي. اوكي؟ من دون ما أفكر إذا بدي أضرب أو بدي أقسم. كلمة بس عادي حل أنا؟ اوكي بس هلا احنا بس أنا بحكي لمين يحل، اوكي؟ مشان كله يقدر نحل مع بعضه. اوكي. هلا كلمة أبسط صورة معناتها حكينا كلمة القسمي، اوكي؟ طيب. بدي أطلب من، طيب يا رولا، يلا يا رولا. أي مس يلا يا رولا. تغطي البحار والمحيطات 49 على 70 من سطح الكرة الأرضية، اكتب كسر مكافئ. يلا في أبسط صورة، انتبهي. هلا لو قالوا لنا كسر مكافئ وسكتوا، أنت فينك تضربي أو فينك تقسمي. بس بما إنه قالوا لنا في أبسط صورة معناتها إجباري، شو بدي أعمل؟ مس بدنا نقسم. برافو، يلا، عايش بدك تقسمي. هلا عندنا 49 وعندنا 70. عايش بدنا نقسمهم. مس بنحط 9 على 12، مس بنقسم 9 على 3، مس بنقسم 12 على 3. دقيقة شوي، هلا نحن العدد عندنا هو 49 على 70 صح؟ اه طيب 49 وال 70 على شو بيقسموا اثنيناتهم؟ 3 على 3. لا ال 70 ما بيقسم على 3 وال 49 ما بيقسم. انتبهي رولا، خليكي معي شوي. عندك 70، 70 على شو بتقسم؟ نص على 3. ال 70 ما بتقسم على 3 رولا. ال 70 مين ضرب مين؟ 10 ضرب 7. تمام، برافو عليك، 10 ضرب 7. طب نحن ما بناخذ ال 10، شو بناخذ؟ الواحد. لا ما بناخذ ال 10، قلتي لي انت 10 ضرب 7 صح؟ أيمس. احنا ما بناخذ ال 10، شو بناخذ؟ 7. ال 7، برافو عليكي، معناتها هي بتقسم على 7. 7. صح؟ وال 49 بيقسم على 7؟ أيمس. تمام. طيب 49 تقسيم، اه تفضلي. انا فكرتك يا امس انه عم نحط حقق من فهمي سؤال واحد. طيب خلص ولا يهمك حياتي. 49 تقسيم 7؟ 45. 7 ضرب كم بيطلع معنا 49؟ ناس ممكن اجاوب؟ لا بس خليها، انا بدي انه الكل يكون فهمان، اوكي؟ مشان اللي عنده اي حاضر. سؤال اي شيء يقدر يسالنا. حاضر. اه حبيبي. يلا يا رولا. رولا؟ طيب. اي مس. اه حبيبتي. 7 ضرب كم بيطلع معنا 49؟ 7 قديش؟ يعني 49 تقسم 7؟ بدون ما تفتح الكتاب. طيب اوكي. 49 تقسيم 7 7 على ايش؟ لانه 7 ضرب 7 49 صح؟ ايمس. طيب و 70 تقسيم 7؟ بس انا جاوبتها. برافو عليك، شفتي شفتك لما عم تجاوبي على الشات. يلا 70 تقسيم 7 هو 10. تمام؟ معناتها ابسط صوره هي 7 على 10.
ليه 7 على 10؟ لأن السبعة أنا ما فيني رد اقسمها، والعشرة ما فيني رد اقسمها. أهلا وسهلا استبرق، أهلا وسهلا فيكم. طيب استبرق ولا اسم تاني داخلين بهذا الاسم؟ أهلا يا مس. مس؟ آه ما أعرف أنا اسم الدرس، عشان هيك يعني ما بعرف شو بتحلو. أوكي حيت، هلا إحنا بالوحدة الأولى بالدرس الأول. شو اسمه؟ درس الكسور المتكافئة. ماشي حبيبتي. اوكي يسلم. هلا طيب يا رابع، ثواني بس بدي. هلا نحن حكينا شو هي الكسور المتكافئة، حكينا كيف ممكن نطالعهم، في عنا طريقتين، اما بالضرب او بالقسمي. اروى اهلا وسهلا فيك يا اروى، أهلا وسهلا فيكم. طيب هلا يلا رابع، شوفوا هلا شو السؤال يا رابع. أجد، ما حد يفتح المايك، أوكي أنا بس الهاي بفتح له المايك. ليان، أوكي ليان. هلا أجد العدد المفقود ليكون كسران متكافئان، حكينا شو يعني العدد المفقود ليكون كسران متكافئان؟ يعني أنا بشوف هون عندي 4، شو صار الأربعة؟ الأربعة صار 12 صح؟ طب كيف الأربعة صار 12؟ قديه ضربناه؟ فأنا بفكر شو ضربت الأربعة؟ لأن أول شيء العدد أربعة كان صغير، كيف صار 12؟ فأنا بشو ضربت الأربعة؟ ضربته قديه؟ ضرب 3. فأنا بتطلع هون كمان بعمل وضرب بثلاثة، لأن نحن حكينا شغلي شو بعمل. برافو يا علي. شو بعمل بالبسط؟ بعمل المقام، أو شو بعمل بالمقام؟ بعمل بالبسط. فأنا ثلاثة ضرب ثلاثة بحكي 9، هاي طلعت العدد المفقود. تمام؟ طيب هلا بدي أطلب من مين ما دخل معنا؟ طيب مين؟ لمار. لمار هيني معك. يلا يا لمار حلي لي رقم 2. يلا يلا، عندي 6 صارت 3، كيف 6 صارت 3؟ كيف صارت 3؟ قسمناها باثنين. برافو عليكي، قسمناها باثنين. او ثلاثة كيف صارت 6؟ اذا اخذنا الاتجاه العكسي ضرب اثنين. برافو عليكي، معناتها ثلاثة ضربناها باثنين صارت 6. طب الخمسة معناتها قديش لازم اضربها؟ اثنين، 17. برافو عليك، ممتازين، برافو. تمام؟ حطيتي لي اسهل وحدة. ايه؟ حطيتي لي اسهل وحدة. ولا يهمك حبيبتي، هلا يلا بعدين منك. طيب يا رابع، بدي اطلب من ديانا. ديانا ديانا انا اسف. يلا يا ديانا نحل هاي. تحتاج لنا الى 9 على 27 كوب من السكر لتحضير الحلوى، اكتب الكسر في ابسط صوره. 9 تقسيم 27. لا دقيقه شوي، عنا شو هو الكسر؟ احكي لي اياه. 9 على 27. تمام، 9 على 27. هلا 9 و27 على شو بيتقسموا اثنيناتهم؟ على 3. برافو عليكي، معناتها تقسيم 3 تقسيم 3. 9 تقسيم 3 3. برافو عليكي. 27 تقسيم 3 9. 9. طيب هلا 3 على 9 هاي ابسط صوره، او فيني ابسطها كمان؟ هي ابسط صوره. هلا 3 على 9 فينا نقسمهم كمان على شغله تاني، على عدد تاني يعني. على ايش بتقسموا؟ إيه على 3. برافو عليكي، معناتها بنقسم هذا على 3 بنرد، وهاي على 3. هلا 3 تقسيم 3 1.
برافو. وتسعة تقسيم ثلاث؟ ثلاث. ثلاث، برافو عليكم. هلا هي الواحد على ثلاث هي أبسط صورة، يعني أنا ما عاد فيني أقسمها، هاي بحكيها أبسط صورة. تمام؟ تمام. تمام حبيبتي، يعطيك العافية، برافو عليكي. طيب هلا نحن هذا الدرس الأول خلصناه تقريبا. في حد عنده سؤال على الدرس الأول؟ رابع، في حدا عنده سؤال على الدرس الأول؟ لا يا ميس، ما في جواب على ما في سؤال. أوكي أوكي ليان. طيب هلا نحن بدنا ندخل على الدرس الثاني. هلا أنا بنطول شو نستعجل شوي عشان أول شغلة نخلص الوحدتين كاملين، ثاني شغلة بنشوف إذا عندكم أسئلة، وبدي أشوف أعطيكم اختبار لنشوف إذا فيكم تحلوا فيه. تمام تمام. شوفوا رابع، هلا هذا الدرس حكينا إذا تذكروا كان كتير سهل. ليش كتير سهل؟ هلا إحنا أي شيء في أي كسر هلا فيه بسط ومقام، تذكروا؟ إحنا كنا مثلا عنا خمسة على ستة زائد ثلاثة، أو خلينا ثلاثة عادي، على ستة. إحنا بنخلي المقام مثل ما هو، إحنا وقت بيحكوا متشابهة مشان يضل ستة ستة بخليها ستة، ما بجمع ستة زائد ستة، أنا بجمع بس البسط، يعني بجمع بس الخمسة زائد ثلاثة اللي هي ثمانية. تمام؟ بس ما بجمع المقام، المقام بضل مثل ما هو. تمام رابع؟ طيب أوكي. هلأ الطرح كمان نفس الشيء، أنا بجمع اطرح البسط وبترك المقام يكون نفسه. أوكي رابع؟ هلأ أنا بحب أعطيكم شوي مسائل، لأن المسائل شوي بتكون 8 على 6. برافو علي، برافو علي معي على الشات، برافو عليك. وتمام كمان أهلا وسهلا بعبد الله. بس مين اللي داخل بالإنفينكس؟ مين داخل بالإنفينكس؟ أنا هبة يا مس. هبة؟ أهلا وسهلا فيك يا هبة. أهلا فيك يا مس. طيب يا هبة، شو رأيك بما أنك دخلت معنا؟ معنا هذا السؤال. أي صفحة مس؟ صفحة 16. شوفي ليك موجود مبين عليك على الشاشة. طيب يلا هلا نشوف مع بعض. أتحقق من فهمي. قطع كريم في أثناء ممارسة رياضة المشي مسافة 1/4 كيلومتر في اليوم الأول و3/4 كيلومتر في اليوم الثاني، ما المسافة التي قطعها في اليومين؟ أنا لما بحكي في اليومين شو معناتها؟ شو العملية؟ مسمية جمع، بنجمعهم. برافو عليك، برافو يا هبة. يلا احكي لي مين بدي أجمع مع مين؟ بجمع 1/4 زائد 3/4. برافو عليك. طيب فينك تقولي لي شو الجواب؟ 4/4. برافو عليك. احنا حكينا المقام بضل مثل ما هو، بيجمع بس البسط صح؟ طيب الأربعة على أربعة قديش؟ تذكروا اللي احنا حكينا مرة لما واحد نفس المقام بيكون واحد. برافو عليكي. إذا عندي العدد بالبسط نفس العدد بالمقام معناته بحط الجواب واحد دائما. برافو عليكي. طيب ما الفرق بين المسافتين؟ هلا كلمة الفرق على شو بتدلنا يا هبة؟ ناقص. برافو عليكي، ناقص. طيب مين ناقص مين؟ 3/4 ناقص 1/3. 1/4 قلت. برافو عليكم. حتى نحط 3/4 ناقص 1/4. طب بدي اسالك سؤال يا هبه، ليش ما حكيتي لي 1/4 ناقص 3/4؟ بس لانه هذيك اكبر. برافو، برافو يا هبه، برافو عليك، ممتازه. لانه انا باخذ العدد الكبير ناقص العدد. برافو. طيب 3/4 ناقص 1/4 دي بيطلع معي 2/4. ممتازه، برافو عليك. طيب هلا اذا سالتك سؤال يا هبه، 2/4 هو ابسط صوره؟ لا. كيف بدي اعمله ابسط صوره؟ نقسم على 2. برافو. تقسيم 2، تقسيم 2. طيب يطلع 1/2.
ممتازة يا هبة، برافو عليك، ممتازة، برافو. طيب برافو عليك الرابع، ممتازين. في حدا بيعرف يحكي كيف هدول الأشكال؟ هلا هني يعني بسيطة، بس اللي بيعرف. أهلا وسهلا بإبراهيم، وأهلا وسهلا بسارة وسيدرا، أهلا وسهلا فيكم. سارة مش مس ممكن أحل؟ مين معي؟ سلمى؟ مس، أهلا وسهلا فيك يا سلمى، يلا أوكي. يلا يا سلمى، بدنا نحل سؤال الثلاثة، بدك تحكي لي شو هو وشو ممكن أعمل أنا. طيب، 10 على 12 ناقص 7 على 8 على 12. لا شوي، أول شيء العشرة، منين العشرة جبتيها؟ من الأصفر، من عدد الأجزاء الصفر كامل، صح؟ صح. طيب تمام، بنعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برافو. 10 على قد ايه حطيتي لي؟ 10 على 12. برافو، ممتازة. طب ليش على 12 يا سلمى؟ لما جميعهم 12. برافو. انا لما باخذ مقام باخذ جميعا، ملون وغير ملون، صح؟ صح. برافو. طيب ليش قلتي لي ناقص ما قلتي لي زائد؟ لأن في ضرب، في خطأ. أيوة برافو، لأنه شاخطين في الإكس، الإكس معناتها ناقص. برافو. طيب ناقص قد إيه؟ ناقص 7 على 12. برافو عليك. قد إيه بيطلع معنا الجواب؟ يطلع معنا 3 على 12. ممتازة. طيب يا سلمى اعملي لي إياها بأبسط صورة. كيف رح نعمل أبسط صورة حكينا سنة؟ فكري؟ نقسم على 3 مس. برافو عليك، تقسيم 3، نقسم البسط على 3 والمقام على 3. يلا 3 تقسيم 3، 1 على 4. برافو عليك، برافو عليك يا سلمى، ممتازة. معناتها نحن شكرا حبيبتي، يعطيك العافية. معناتها نحن الناتج النهائي 1 على 4، مثل ما حكيت زميلتنا. نحن وقت بناخذ المقام بناخذ الملون مع غير ملون، بناخذه كامل، تمام؟ طيب اوكي. هلا بدي اطلب من مين ما دخل معنا؟ اوكي، يعني انت طلعتي يمكن رديتي فوتي مشان هيك راح المايك. طيب بدي حد لسه ما جاوب معنا. مين سعد يطلع؟ مين معي؟ ليان. ليان. طيب بس هلا رح بدي استبرق بعدين انتي، اوكي؟ اوكي بس عادي. مس بس بدي احكي لك لانه راح عندي النت فما بعرف بعدين. ولا يهمك حبيبتي، خلص هلا اجيت دخلت وفتحت لك المايك، ولا يهمك. عادي بس شكرا. هلا حبيبتي. مس. يلا استبرق معي حبيبتي. يا مس. يلا يا استبرق. استبرق بدي اياكي تكتبي لي تحلي لي سؤال. شو رايك رقم 14؟ هو صعب يعني؟ لا هذا مش صعب. ال 14 شو رايك تحليه؟ ماشي. يلا. 6 ف على البسط. تمام. و8 تحت المقام. 6 على 8. 6 على 8، برافو عليكي. طب ليش حطيتي لي 6 على 8؟ حكيت شو الإشي اللي منزيده بواحد بعطيني 7؟ 6. برافو عليك، ممتاز. طيب والمقام شو اتفقنا شو بضل؟ بضل نفس ما هو، ما بنجمعه ولا بنطرحه. برافو عليك يا استفرق، برافو، ممتاز. طيب هلا بدنا من ليان. يلا يا ليان. اي بس يلا يا ليان. سؤال 16. 13، اوكي. يلا. مس بدنا نحكي شو الإشي اللي ناقص
واحد يعطينا الواحد اثنين، نحط اثنين ناقص واحد يساوي واحد. شو الاشي بالمقام تحت تسعة؟ فبنحط تسعة يصير اثنين على تسعة ناقص واحد على تسعة يساوي واحد على تسعة. برافو 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 برافو، ممتازي ممتازي يا ليان، برافو برافو ما شاء الله، هون أموركم تمام وممتازين. طيب بدي، طيب شو رأيكم نحل بس سؤال مسألة؟ بدي من، بدي أطلب رامز، رامز معانا؟ رامز رامز سمعنا؟ طيب أوكي. رولا رولا اي مس، يلا يا رولا، يلا يا رولا، بدنا نحل سؤال 16. لدى احمد 7 على 8 اكواب من الطحين، استعمل منها 3 على 8 اكواب من الخبز او اكواب لصنع الخبز، ما كميه الطحين المتبقيه لديه؟ هلا كلمه المتبقيه على شو بدي، على اي عمليه؟ ولا اي مس، على اي عمليه؟ كلمه المتبقيه شو لازم اعمل، بدي اجمع ولا بدي اطرح؟ اضرب. اضربي؟ لا دقيقه شوي، خليكي معنا رولا. يا برافو عليك. لدى احمد 7 8 اكواب من الطحين، تمام، استعمل منها 3 على 8 اكواب لصنع الخبز، ما الكميه المتبقيه؟ قديش ضل عنده؟ شو رولا؟ طيب ما مشكلة. محمود أي مس، هلا يا محمود، يلا يا محمود. لدى أحمد 7 على 8 أكواب من الطحين، استعمل منه 3 على 8، ما الكمية الطحين المتبقية؟ شو بدنا نعمل؟ نقسم. نقسم؟ أنا عندي 7 على 8 أكواب، أخذت منها 3 على 8، قد ضل عندي؟ إيش؟ عندي 7 على 8 أكواب من الطحين، استعملنا منها 3 على 8 أكواب، قد ضل عندي؟ شو الكمية المتبقية؟ شو بدي أعمل؟ بدي أضرب. أنت محمود هلا دخلت معنا صح؟ آه. خلص أوكي، خليك معنا مشان تعرف إحنا أي درس وصلنا. تمام. طيب بدي من، بس ممكن انا ديانا. يلا يا ديانا. يلا شو بدي اعمل يا ديانا؟ نطرح. شنو اطرح يا ديانا؟ نط 7 على 8 طرح 3 طرح 3 على 8. برافو عليك. يلا 7، هلا شو بعمل؟ شو بطرح؟ عادي انا 7 8 تمام. شو مين بدي اطرح؟ 7 ناقص 3 4. برافو. والمقام شو بضل؟ نفس ما هو. برافو عليك. بعد شو طلع معنا الجواب؟ 4-8. برافو برافو ليان كمان عملت هالتشات. طيب 4-8 يا ديانا، بدك اياك تكتبي لي اياها بابسط صوره. شلون تكتبي لي اياها بابسط صوره؟ أربعة تقسيم 2. برافو. و8 تقسيم 2. طيب 4 تقسيم 2 كم؟ 2. برافو. و8 تقسيم 2؟ برافو لمار. 4. برافو. اوكي هلا 2 على 4. صح علي. 2 على 4 لايش بتقسم كمان؟ كمان 2. برافو. يلا
اتنين تقسيم اتنين واحد. تمام، وأربعة تقسيم اتنين اتنين. برافو، معناتها اللي احنا هاي الواحد على اتنين هو أبسط صورة. برافو عليك يا ديانا. تمام، طيب هلا الأعداد الكسرية والكسور الغير فعلية، تذكروا حكينا شو هو الكسر الغير فعلية وشو هو العدد الكسري؟ هلا حكينا العدد الكسري يعني فيه عدد صحيح وفيه كسر، يعني عليك برافو. هلا العدد الكسري فيه عدد، مثلا بحكي ثلاثة وجنبه مثلا أربعة على خمسة، يعني فيه عدد صحيح وفيه كسر. أما الكسور الغير فعلية هو كسر بس البسط أكبر من المقام. شو يعني البسط أكبر من المقام؟ يعني مثلا بحط البسط مثلا 8 على 5 أو مثلا 13 على 9، أي شيء، المهم البسط أكبر من المقام. تمام؟ تذكرتوهم؟ هذا العدد الكسري والكسور الغير فعلية. طيب بتذكروا كيف كنا نكتب، مثلا نكتب نحول من عدد كسري لكسر غير فعلي. هلا كنا الواحد مثلا هون عندي، هلا هي في طريقتين، اعطيكم طريقتين ما تاكلوهم، ناخذ الطريقتين مشان الطريقه اللي بدكم اياها تشتغلوا عليها، اسهلكم تشتغلوا عليها. انصاف، اهلا وسهلا انصاف. طيب لين حكينا عنا طريقتين، هلا هون مثلا عندي الواحد، الواحد وواحد على ستة، والواحد انا كيف بكتبها؟ الواحد بكتبها، ما هون عندي ستة، بكتبها ستة على ستة، زائد شو عندي؟ زائد واحد على ستة، طبعا بيجمع البسط، تصير سبعة على ستة. لا لا لا، صف الرابع، يا يزن، يزن هلا دخلت، هي صف الرابع يزن. اوكي هاي طريقة. هلا الطريقة الثانية شوفوا كيف ممكن اشتغل عليها. عندي واحد وواحد على ستة، طبعا الطريقتين نفس الجواب لازم يطلع، ما بتغير الجواب. شو بعمل؟ بحط هون اشارة ضرب صغيرة وهون اشارة جمع صغيرة، بضرب واحد ضرب ستة، ستة زائد ما حكينا هون اشارة جمع صغيرة، زائد واحد على ستة، فستة زائد واحد سبعة على ستة، هاي طلعت سبعة على ستة، وهون سبعة على ستة. حكينا الطريقتين يطلع نفس الجواب، ما مشكلة يا مرحبا، الطريقتين يطلع نفس الجواب. تمام؟ فما ما تاكلوا هم الطريقة اللي بدكم اياها، اللي بتحسوها هي الصح هي اشتغلوا عليها. طيب هلا بدي اطلب من انصاف. انصاف هلا دخلتي معنا؟ انصاف، صاف كان هلا دخلت معنا. طيب اوكي صاف، بس تكون امور المايك عندك جاهزه ابعتي لي. اوكي طيب انصاف ونور عندكم المايك مش فعال. نور ليش مش فعال؟ انصاف عندك المايك كمان فعلتي حبيبتي، لازم بس اول ما تدخلي تفعلي المايك. طيب مين معانا هون لسه ما طلع معانا؟ محمود، محمود نعم مثلا اللي معي هذا السؤال، اكتب اثنين واثنين على ثلاثة على صورة كسر غير فعلي. يلا كيف بدك تكتب لي على صورة كسر غير فعلي؟ بس نضرب الاثنين ضرب اثنين، اثنين ضرب شو؟ ضرب اثنين. الحين احنا حتى نحط اشارة الضرب هون جنب الاثنين، جنب الاثنين الصحيح. تمام، جنب اثنين الصحيح مع مين؟ مع الثلاث. تمام، معناته هون الضرب وهون شو بنحط؟ زائد. زائد، برافو. يلا، اثنين ضرب ثلاثة؟ ستة.
ستة زائد اثنين ثمانية. برافو ثمانية على قديش خلي الكسر المقام؟ زي ما هو الثلاث. برافو عليك. تمام برافو عليك. تمام تمام رابع. هلا بالعكس اذا عندي كسر غير فعلي بدي احوله لعدد كسري. برافو هبه. هبه عم تحل على الشات. برافو عليك. اللي عم حل على الشات انا عم شوفه. برافو عليك ممتازين. اللي عنده اخطاء بحكي لكم عليهم. اوكي هلا بالعكس بدنا نحول نور حصص الرابع اللي احنا بس اليوم وبكره خلصنا. احنا عملناها حاول نراجع هلا الكتاب كامل عشان الامتحان النهائي. اوكي فاليوم بدنا نراجع اول وحدتين وبكره نراجع الوحدات الثلاثه الباقيين. نخلص الوحدات كامله مشان تكونوا جاهزين ان شاء الله للامتحان النهائي. فاي شيء عندكم سؤال اي شيء عندكم شيء احكي لي بكره على الساعه 1 كمان نور مثل اليوم. اوكي طيب هلا اكتب الكسر. حكينا عنا كسر غير فعلي بدي احوله لعدد كسري 9 على 4. كمان هون في عندي طريقتين رح احاول اعطيكم الطريقتين وبعدين بنشوف كيف بدنا نحل عليهم. طبعا الطريقه الاسهلكم بتحلوا عليها. هلا 9 على 4 انا عندي 9 شو عندي المقام؟ بطلع على المقام. احنا دائما عندنا الاساس هو المقام مش البسط. الاساس هو المقام عندي الاربعه فبكتب انا شو هي الاربعه؟ هي 4 على 4. طيب قد ايه لسه بدك كمان 4 على 4. هلا بشبع 4 و4 8 قد ايه ضل عندي تصير 9؟ ضل عندي 1 بكتب 1 على 4. تمام؟ هلا حكينا تذكروا طبعا شو قلنا؟ قلنا اذا عندي البسط نفس المقام فبحطه 1 يعني 4 على 4 بحطه 1 وال4 على 4 هي كمان 1. طبعا البسط نفس المقام 4 على 4 10 على 10 11 على 11 شو من كان. المهم اللي احنا عندنا البسط المقام يكون نفس الرقم نفس العدد. متى ما كان عندنا بسط المقام نفس العدد حطوا 1. اوكي هلا زائد 1 على 4. هلا بجمع هدول اعداد صحيحه يعني بكتب 1 زائد 1 2 وبحط 1 على 4. هي اول طريقه. هلا اذا بدي طريقه ثانيه شوفوا رابع انتبهوا. الطريقة الثانية عندي 9 على 4 أنا ممكن اقسم اسمي طويلي. ممكن اقسم اسمي طويلي. هلا أنتوا بتختاروا الطريقة اللي أسهلكم. انتبهوا هلا بيطلع معنا الجواب نفسه يعني بتاخذوا هاي الطريقة أو هاي الطريقة هي طريقتين صح. أنتوا بتختاروا الطريقة اللي أسهلكم. بحط أنا هون التسعة وهون الأربعة. شوفوا مشان ما طربته كيف بدي أحط اللي فوق فوق الخط بحطه تحت الخط. أوكي واللي تحت الخط بحطه فوق الخط. عشان ما تقولوا انا وين بدي احط التسعه وين بدي احط الاربعه، انا بقلبهم. اللي تحت الخط بحطه فوق واللي فوق بحطه تحت. هلا تسعه تقسيم اربعه نحكي اثنين. اثنين ضرب اربعه ثمانيه. بطرح تسعه ناقص ثمانيه واحد. هلا شوفوا هذا العدد الناتج هو العدد الصحيح اللي هو ليكو اثنين. والباقي اللي هو واحد وهي الاربعه ما هي. فانا بكتب هون الجواب هو اثنين وعندي الباقي واحد وبضل الأربعة مثل ما هو. فأنتوا الطريقة الأسهلكم فينكم تشتغلوا عليها. تمام؟ طيب أنا بدي أطلب من سلمى. سلمى رفع إيديك. سلمى؟ أمس. يلا يا سلمى. اكتب 7 على 2 على صورة عدد كسرة. يلا. إحنا أول شيء 7 على 2 شو هي؟ عدد كسرة ولا كسر غير فعلي؟ غير فعلي. برافو عليكي. طيب كيف بدك تكتبي لي على صورة عدد غير كسري؟ عدد كسري عفوا. يلا. 2 على 2. تمام. زائد 2 على 2. برافو عليكي. زائد 2 على 2. تمام. قد ايه صاروا هيك يا سلمى؟ 2 هلا 2 و2 2 4 و2 ستة. برافو عليك. قد ايه ضل يصير سبعة؟ واحد. برافو ممتازي. واحد على؟ واحد على اثنين. برافو عليك. طيب انا هلا اثنين على اثنين واثنين على اثنين شو فيني اكتبهم؟ عشان ما يضل هيك عندي عدد. ثلاث يساوي واحد على ثلاث. ثواني. اثنين على اثنين شو بكتبها؟ اثنين على اثنين
حكينا إذا لبستوا المقام نفسه شو بكتب بدال اثنين على اثنين؟ أربعة. لا بكتبوا واحد. ما نحن حكينا إذا البسط نفس المقام بنحطه دائما واحد. يعني إذا عندي اثنين على اثنين أو أربعة على أربعة أو ثلاثة على ثلاثة أي رقمين نفس الشيء لبستوا المقام حط بدالهم واحد. واحد براو. يلا زائد اثنين على اثنين كمان واحد على ثلاثة زائد واحد زائد واحد على اثنين. طيب هلا احنا بنجمع الاعداد الصحيحه لحال. يلا واحد زائد واحد. برافو يا برافو يا هبه عم تقولي صح. يلا واحد زائد واحد اثنين. اثنين زائد واحد ثلاث. برافو عليك. ثلاثه وحط جنبه الكسر اللي هو ايش؟ واحد على اثنين. برافو عليكي. برافو يا سلمى. برافو امير. كمان عم تحل على الشات صح. طيب يا امير شو رايك تحل معنا؟ ما انا مفتوح عندك المايك. وعائشه اهلا وسهلا فيكي كمان. امير معنا؟ يعني قطع عندك امير. امير أمير أنت معنا؟ ما عم يفتح المايك؟ فتحت لك المايك أمير. افتح من عندك بس. طيب بين ما أمير يشوف المشكلة اللي عنده تفضلي هبة. هبة؟ هبة؟ مش أي سؤال. يلا يا هبة بدك تحلي بدك تحلي لي السؤال رقم 10 شايفتي؟ أيمس 10 على 5. يلا كيف بدك تحلي لي يا هبة؟ مس قسمة نقسم اكتب اسمي. اوكي يلا ايش بدك تقسمي؟ 18 على 5. تمام 18 على 5. يلا اسمي لي اياها لشوف. 18 قسمة 5 يساوي ضرب 3. برافو. ضرب 5 15. برافو عليك. يلا 18 ناقص 15 3. برافو عليك. طب كيف بدك تكتبي لي اياها يا هبة بشكل عدد كسري؟ 3 صحيح. برافو عليك. و3 على 5. ممتازة يا هبة. برافو عليك ممتازة. طيب مين بده يطلع معنا هلا؟ يلا يا سلمى هلا طلعتي. اوكي خلينا ناخذ حدا ثاني. ليان 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 معنا؟ أميرة أهلا وسهلا أميرة. طيب يلا يا محمود. يلا يا محمود حلل لي رقم 11 22 على 6. لا بس نصف الرياضيات الرابع أميرة. لا بس هو فيه. اوكي يلا يا محمود 22 على 6 كيف بدك تكتب لي اياها؟ مين على واضح عندك الشاشه؟ ايوه يلا 22 على 6 كيف بدك تكتبها؟ محمود نعم 22 على 6 كيف يلا يمس جات على الطيش. طيب اوكي هلا زبط الصوت عندك وبنرجع نحكي. اوكي اوكي ليان راح النت. اوكي اوكي النت ما بعرف عم بيروح ويرجع ما في مشكله. هلا هيك واضح عند الجميع اميره. هلا احنا بالصفحه 21.
أميرة تحلي معنا أميرة؟ أميرة؟ طيب الصوت واضح هلأ؟ رابع؟ اكتبي لي على الشات، في مشكلة بالصوت؟ تمام ريان. طيب تمام رابع، هذا الدرس في حد عنده سؤال عليه؟ رابع حد عنده سؤال على هذا الدرس؟ واضح تمام. بس مين داخل بجالكسي تاب؟ جالكسي تاب مين داخل الاسم بس؟ اوكي استبرق تمام. طيب استبرق حلي معنا. يلا يا استبرق ماشي، حلي لنا السؤال 11 22 على 60. كيف نحوله لعدد كسري؟ يلا بدنا نقسم. برافو يلا شوف شو بنقسم يا استبرق، هات لي احكي لي. يلا استبرق 22 تقسيم 60. برافو هبة. يلا استبرق اثنين وعشرين كم ستة فيها؟ ستة وستة 12 تمام؟ ستة 18 تمام، معناتها كم ستة فيها؟ ثلاثة. برافو عليك. ثلاثة دار ستة 18. برافو. يلا 22 ناقص 18 بيطلع ستة. لا جيبلي 18. لا 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 ستة عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين. قديه طلعوا؟ 16 طلعوا أربعة صح؟ جواب نهائي أميرة. أوكي معناته شو بطلع معنا هون؟ ثلاثة صحيح، ثلاثة صحيح وأربعة على ستة. برافو عليك تمام. برافو يا أستاذ. طيب رابع في حد عنده سؤال على هذا الدرس؟ يزيد أهلا وسهلا يزيد. علي الحصة بدنا هلأ على الثلاثة إن شاء الله بتخلص، لأنه بدنا نخلص الواحدتين فعلى الثلاثة إن شاء الله بنخلص الحصة. بس في حدا عنده سؤال على هاي هذا الوحدة على هذا الدرس؟ رابع الأمور تمام. طيب هلأ درس، هلأ آخر درس بهاي الوحدة هي مقارنة الكسور والأعداد الكسرية. هلأ في هلأ رابط في رابط الجروب الواتس الخاص بالصف الرابع، فيكن هذا تأخذوه وتنقلوه، وفي قناتنا على اليوتيوب. هلأ أي شيء معكن عم تلحقوه أو عم يقطع عند النت وعم يطلع ويرد يدخل وهاي الأمور، فيني يدخل على قناة اليوتيوب وفيني يحضر الدرس كامل. أي شرائح عليكم فيكم تحضروا تمام؟ سؤال 11، إيش هو السؤال 11 يا أميرة؟ أميرة فينك تفتح المايك عندك؟ أميرة سؤال 11 قصدك هاد؟ ما عم يفتح المايك؟ أميرة من عندك بدي يفتح المايك، هلا أنا عندي عم تلك يا فتحي من عندك في صورة مايك كبس عليه وافتحي. طيب سؤال 11 قصدك هاد اللي حليناه؟ مش راضي. طيب هاي المشكلة من عندك لكان. أوكي هذا السؤال 11. طيب يا أميرة إحنا السؤال 11 هذا فينك تكتبيه بشكل قسمي. القسمي ما بتعرفيها شوفي شو بتعملي، حكينا في الطريقة الثانية الجيشان عنده مشاكل بالقسمي. هلا أنا عندي 22 على 60 بأخذ المقام اللي هو 60 بكتب 60 على 60 زائد 60 على 60. هلا 66 12 لسه ما وصلنا لل 22 زائد 6 على 6 6 و 6 12 و 6 18 لسه كمان ما وصلنا على 22. بنشوف
18 قد ايه ضل 22 ضل 4 بكتب 4 على 6 تمام. هلا حكينا احنا اذا عملنا البسط المقام نفسه يعني 6 على 6 بحط بداله 1 زائد 6 على 6 كمان 1 كمان 6 على 6 كمان 1 زائد 4 على 6. هلا 1 1 2 1 3 تمام، 3 اعداد صحيحه وعندي 4 على 6 تمام اميره تمام. هي اذا ما بدك بالقسمي، عفوا حبيبتي لو سهلة، اي سؤال بدكم اياه بنجاوب عليه ما تاكلهم، يعني مش ضروري دائما مثلا يكون عندكم تاخذوا نفس الطريقه. في كانه في مشكله بالنت تطلع وعم يطلعوا ضغط كثير. طيب تمام رابع. هلا عنا اخر درس بهاي الوحده هي درس مقارنه الكسور. شوفوا درس مقارنه الكسور كثير سهل، بس في عندنا شغله تمام، يا اما بده يكون عندنا المقام نفسه يا بده يكون البسط نفسه. اوكي، يا المقام نفسه يا البسط نفسه. انا بتطلع اذا عند المقام نفسه مثل هون عندي 12 و12 مقام نفسه تمام ارتحنا. فشو بتطلع على البسط، مين البسط اللي عدده اكبر هو بيكون الكسر الاكبر. يعني انا عندي هون 7 وعندي 5، مين الاكبر؟ طبعا 7 اكبر من 5 فبكون هو الاكبر تمام رابع. هلا بتطلع اذا عندي البسط نفسه، هلا شوفوا اذا البسط نفسه بيكون الشغلة عكس. كيف يعني عكس؟ المقام الأصغر هو الكسر الأكبر، المقام الأصغر هو الكسر الأكبر. أنا عندي هون البسط نفسه بتطلع مين المقام الأصغر؟ عندي 11 و15، 11 هو أصغر، معناتها هو هذا هو الكسر الأكبر. مهم اللي احنا يكون عندنا إما نفس المقام أو نفس البسط، ما فيني قارن بين كسرين إذا ما كان عندي المقام نفسه أو البسط نفسه تمام؟ استبرك رافع ايدك، في عندك شي سؤال حبيبتي؟ اللي رافع ايده في عندكم شي سؤال؟ اهلا اهلا تفضلي. هلا انا ما فهمت شغله، انه برقم 2 انه انت حكيت المقام الاصغر بيكون دائما بالاكبر، حتى لو حتى لو كانت الثمانيه اكبر، الثمانيه عدد مختلف عن البسط الثاني، عن انه المقارنه الجنبيه، العدد المقارن جنبيه تمام. كيف يعني بيطلع مثلا؟ يعني قصدك مثلا عندي 8 على 11 والرقم الثاني شو عندنا اياه؟ مثلا 9 على 15 قصدك؟ شوف انا حكيت لازم يكون اما المقام يكون نفسه او البسط نفسه. اذا ما عندنا مقام نفسه او البسط نفسه لازم نوحد المقامات، نوحد المقامات. هلا انتم هاي الامور غير اذا كان ارقام بسيطه. كيف يعني نوحد مقامات؟ طلع كيف، راح اعطيكي مثال يكون ارقامه بسيطه مشان تقدري نشتغل عليه. مثلا عندي مثلا 1 على 2 و2 على 3 او اوكي 2 على 3 3 اوكي. هلا انا هون شو عندي المشكله؟ اللي احنا حكينا يا بده يكون البسط نفسه يا المقام نفسه صح؟ هلا هون البسط 1 2 ما هم نفس بعض، بتطلع على المقام 2 3 كمان ما هم نفس بعض. هلا انا هون بمشكله، شو بعمل؟ بوحد المقام. شو يعني بوحد المقام؟ طلع شو بتعملي؟ انا ما هون عندي شو هذا رقم 2 وهذا 3 صح؟ بعكسهم بضربهم عكس بعض. شو يعني بضربهم عكس بعض؟ يعني 3 بضربها ب 2 و2 بضربها ثلاثة تمام؟ بس انتبهي، انتبهوا على شغلي رابع. أنا ضربت المقام باثنين هون، لازم أضرب البسط كمان باثنين. هون ضربت المقام بثلاثة، لازم أضرب البسط بثلاثة. أنا شو بعمل بالمقام؟ بعمل البسط، أو شو بعمل البسط؟ بعمل المقام. يعني أنا ما فيني أضرب بس المقام وأترك البسط. لا يعني فيني أضرب البسط، لازم شو بعمل بالمقام؟ بعمل البسط. أفنان، في جروب على الصف الرابع، هي موجودة بالشات حبيبتي. تمام استبرك؟ خلص يسلم ايديك. هلا هون احنا بنكفي حل، يعني بحكي 1 ضرب 3 كم؟ 3
ثلاثة، واثنين ضرب ثلاثة ستة. برافو. طيب بيجي لهون، اثنين ضرب اثنين، اثنين ضرب اثنين أربعة. برافو عليك. واثنين ضرب ثلاثة ستة. برافو عليك. هلأ شو صار عندي؟ صار عندي المقام شو هو؟ متشابه. متشابه. هلأ صارت فينا قارن صح؟ آه. هلأ مين معناته الأكبر؟ أربعة ستة. برافو عليك. فهمتي يا؟ آه آه. يستبقى إيديك. إيديك يا حبيبتي. رابع فهمتوا هاي هذا الموضوع؟ كن ديروا بالكم. فهمنا يا ميس فهمنا. يعني هلأ بنبعث لكم. تمام؟ بنكون إما البسط نفسه أو المقام نفسه. إذا ما عندي لا البسط نفسه لا المقام نفسه، بوحد المقامات عشان يقدر يكون عند المقام نفسه. طيب بدي من مين بيحل معانا؟ أهلا وسهلا فيك أفنان، هلا دخلتي أهلا وسهلا. طيب بدي أطلب من مين، مين حاطط اسمه جالاكسي؟ جالاكسي تاب. رابع مين جالاكسي تاب؟ رافعين إيدكم. أنا. شو اسمك؟ سلمى. سلمى؟ أهلا وسهلا فيك يا سلمى. أفنان أهلا وسهلا. أوكي طيب أفنان أنت هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام أفنان. أنا اسمي أمير. أمير أهلا وسهلا فيك يا أمير. أمير شو رأيك هلا دخلت نحاول نحل مع بعض؟ آه يلا يا أمير. حلل لي رقم اثنين، عندي خمسة على ثمانية وخمسة على 11، مين الأكبر؟ خمسة على 11. طيب ليش خمسة على 11 يا أمير؟ أمير راح المقام 11 والمقام أكبر من 80. بس إحنا حكينا إذا كان البسط نفسه المقام الأصغر هو الكسر الأكبر صح؟ نسيت. أوكي معناته مين هو الكبير؟ ثمانية. ثمانية على خمسة. خمسة على ثمانية. برافو عليك أمير. برافو. تمام. برافو يا هبة. هبة عم تحلي على الشات. برافو عليك. برافو. شكرا أمس. هلا حبيبي. عفوا. طيب رابع بدي حدا يحل معي رقم اثنين، مين بيحل معي رقم اثنين؟ مساعدة اطلع. مساعدة اطلع. سلمى. مين غير سلمى عم يحكي؟ ليان. ليان. اه ليان. اوكي ليان انت هلا طلعت دقيقة بس خلي علي هلا يطلع بعدين انت. اوكي اوكي يلا يا علي. علي. الو. هلا علي. أمس. يلا حبيبي نحل رقم اثنين. اوكي اوكي يلا شو عندي هني الكسور؟ خمسة على ثمانية وواحد على ثلاث. برافو عليك. عندي شيء مشترك او شيء متشابه بسط او مقام؟ لا لا. شو بدي اعمل؟ طيب توحيد المقامات. برافو عليك بدي اوحد المقامات. يلا الثمانية ايش بدك تضربها؟ الثمانية بقى كم؟ اه ثلاث. ثلاث. برافو عليك. تمام وهون الثلاثة بإيش بدي أضربها؟ ثمانية. برافو عليك. طيب أنا لما ضربت الثلاثة بثمانية شو بدي أضرب الواحد؟ ثمانية. برافو عليك. يعني حكينا شو بنعمل بالمقام؟ نعمل بالبسط بسط. هلأ ثاني ضربناها بثلاثة معناتها الخمسة شو بدي أضربها؟ ثلاث. برافو عليك ممتاز. يلا ثلاثة ضرب خمسة خمستاش. وثمانية ضرب ثلاثة أربعة وعشرين. برافو. طيب ثمانية ضرب واحد ثمانية. وثمانية ضرب ثلاثة أربعة وعشرين. برافو عليك. هلأ مين طلع أكبر؟ الخمستاش أربعة وعشرين. برافو عليك يا علي ممتاز.
ممتاز، برافو عليك، برافو. طيب محمود تبط عندك المايك؟ محمود أيوة. يلا يا مس. واحدة ستة على تسعة، في عنا شيء مشترك بيناتهم محمود؟ أو شيء واضح عندك الشاشة؟ يلا، واحدة ثلاثة ستة على تسعة، في عنا شيء مشترك؟ لا. طيب شو بدي أعمل أنا؟ بس بدي أشوف أيك، بس بدي أضرب. يلا شو بدك تضرب يا محمود؟ بضرب بثلاث. تضرب بثلاث، برافو عليك، أضرب بثلاثة. طيب والواحد شو ضربها؟ أضربها بثلاث، برافو عليك. طيب بدي أضرب شيء الجهة الثانية ولا لا؟ لا، برافو عليك. طيب واحد ضرب ثلاثة، ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة، برافو. وهون ضلت ستة على تسعة. طيب هلا مين الأكبر يا محمود، ثلاثة على تسعة ولا ستة على تسعة؟ ستة على تسعة، برافو عليك، ممتاز، برافو عليك يا محمود. هلا هون لحنا أوكي يا ليان، هلا طلع لحنا هلا هون مثل ما حكى زميلنا محمود، هلا هون أنا ما بضرب الطرفين، هلا فيني أضرب الطرفين بس طلعوا، إذا ضربته هون ثلاثة ضرب تسعة بدي أضرب هون تسعة ضرب ثلاثة، بس هلا في شغلة إنه التسعة مضاعفات ثلاثة، يعني إذا ضربت أنا ثلاثة بثلاثة بطلع عندي تسعة وخلصت. أو فينا أضرب مثلا، فينا أحكي بس انتبهوا جواب بيطلع نفسه، إذا ضربت تسعة بيطلع معنا تسعة على سبعة وعشرين، أو ستة ضرب ثلاثة قد إيه على سبعة وعشرين، عفوا ستة ضرب ثلاثة 18 على سبعة وعشرين، فهو 18 أكبر من يعني نفس الكسر هو الكبير هو الستة على تسعة. تمام رابع؟ طيب يا ليان. I miss. يلا يا ليان. حلي لي يا ليان رقم ثلاث. ثلاث يا مس. مس بدنا نشوف أول إشي البسط. أربعة وواحد مش متشابهات، سبعة وخمسة مش متشابهات، فإيش الأربعة بدنا نضربها باثنين والسبعة بدنا نضربها باثنين. باثنين؟ أي مس. طيب يا ليان إذا ضربت السبعة باثنين قد إيه بيطلع معي؟ السبعة باثنين 14. طيب 14 الخمسة كيف بدي أضربها؟ كيف بدي أعمل 14 الخمسة؟ ليان ضربيهم تبادلي، يعني سبعة بقدي ضربيها. I miss. قدي ضربيها. ميكي سبعة ضرب خمسة. أيوة ضرب خمسة، برافو عليك. طيب شو كمان؟ الأربعة شو بعمل فيها؟ نحكي يا مس نضرب السبعة بالخمسة. والأربعة؟ وبعدين نحكي خمسة أربعة. تمام، وهون بإيش بضربهم يا ليان؟ نضربها كم؟ نضربها بخمسة. إيه؟ ليان الكسر الثاني بإيش يضربه؟ ليان أنت معي؟ بسبعة، برافو عليك. والواحد؟ بسبعة، برافو عليك. يلا أربعة ضرب خمسة بسبعة يا مس. أوكي أربعة ضرب خمسة، أربعة ضرب أربعة خمسة عشرين. تمام، وسبعة ضرب خمسة سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثين. تمام، واحد ضرب سبعة سبعة، برافو. خمسة ضرب سبعة خمسة ضرب سبعة خمسة وثلاثين. يلا مين الأكبر؟ العشرين، عشرين على خمسة وثلاثين. برافو يا ليان، برافو، ممتازي، برافو. تمام رابع؟ هلأ إحنا هيك خلصنا الوحدة الأولى كاملة، في حدا عنده أي سؤال عليه؟ شو بدي أطلب منكم هلأ؟ عندكم أسئلة الوحدة، أوكي؟ لبكرة بتحلوا لي اختبار الوحدة، أي حدا عنده سؤال عليه مشان نحل عليه، تمام؟ مس ما هو بدك تعمل
سؤالات؟ هلا اخر الحصه رح اعمل لكم سؤالات. اوكي اوكي حبيبتي، تمام. رابع بدي اياكم تحلوا اختبار الوحده من اليوم لبكره، مشان اي حدا في شيء ما فهمه او ما عرف يحله نحله بكره مع بعض، لانه بكره اخر درس عملي. تمام. هلا الدرس الكسور العشريه درس اسهل من، يعني وحده اسهل من هذيك الوحده، مشان هيك احنا طولنا بهذيك الوحده اكثر. ذكر درس اجزاء العشره واجزاء المئة. سلمى عندك شي سؤال رابع؟ اللي دخل جديد رامز، اهلا رامز، اهلا امير. لامس ما عندي سؤال. اوكي اهلا وسهلا فيكم، دخل هلا جديد كمان. طيب ماشي. اجزاء العشره، شو يعني اجزاء العشره؟ يعني انا بحط اهم شيء يكون عندي فاصله، فاصله هون بحط عدد صحيح، وهون بحط جزء العشره. يعني رابع بس على الشات، هلا في الصفوف اللي عندها لايفات كمان، يعني هلا احنا كلياتنا هلا عم نعمل مراجعات للمواد، فاللي عنده اخوي صفوف ثانيه، اللي عنده رفقات صفوف ثانيه، هذا رابط الصفوف الثانيه مشان بيحب يدخل في مواد غير الرياضيات طبعا للصفوف الباقي، في رياضيات، في انجليزي، في عربي، في علوم، فهذا هو الرابط. اوكي مس ايش؟ مس انا اختي عنكم كارمن. اهلا وسهلا حبيبتي فيك وفيها. اوكي هلا يا امير، وعليكم السلام. هلا يا امير. طيب استبرق عندك شي سؤال؟ رافع ايدك حبيبتي. لا يا ماس، بس بدي احكي لك انه عن اجزاء العشره. حبيبتي قلبي، يلا هلا. اوكي بس هلا شوي ممكن نجاوب معه. طيب هلا اجزاء العشره اللي احنا حكينا، اهم شيء عندي تكون عندي الفاصله، اهم شيء الفاصله. عفوا يا امير، اهلا وسهلا فيك. هلا هون عندي اعداد صحيحه اللي هو ايش؟ اللي هو احاد وعشرات. تمام. هلا العدد مثلا ممكن نحكي هو العدد واحد، العدد صفر، العدد 11 مثلا. تمام، اي عدد، بس هون عندنا الاعداد الصحيحه. هون أول عدد بعد الفاصلة بيحكي أجزاء العشرة. هلا انتبهوا، هلا بالأعداد الصحيحة عندي آحاد وعندي عشرة، هلا بالأجزاء فورا بيحكي أجزاء العشرة، مش بيحكي أجزاء الآحاد، ما في عندنا شيء اسمه أجزاء العشرة. عندي أجزاء العشرة اللي بعده أجزاء المئة. تمام؟ هلا احنا بنعرف الأعداد الصحيحة آحاد عشرات، اللي بعدها إيش؟ مئات. الفاصلة اسمها فاصلة عشرية. تمام، برافو. تمام، فأنا بحط ببالي دائما أول عدد، أول عدد على يمين الفاصلة هو أجزاء العشرة، ثاني عدد هو أجزاء المئة. هاي بدي أخليها ببالي عشان ما أنساها. تمام. أوكي طيب ديانا عندك شي سؤال ولا رفع إيدك للحل؟ هلا شوفوا، هلا الخط الاعداد هو مهم بس مش كثير بنستعمله. هلا خط الاعداد دائما اذا عندي العدد مثلا 0.7 مثل هون، صفر بما انه صفر معناتها بحطه بين الصفر والواحد، بحط بين الصفر والواحد بقسمه لعشر اجزاء. تمام، سبعه هو الجزء السابع اللي هو هذا. هلا اذا عندي مثلا العدد مثلا 3.4، أنا باخذ العدد هذا، هذا هو شو؟ 3. شو بعد العدد 3؟ 3 4، معناتها بعمل خط الأعداد بين 3 والأربعة وبقسمه لعشر أجزاء، باخذ الجزء الرابع. مثلا عندي 7، أوكي بلا هون، عندي مثلا 7 وفاصلة مثلا 3. تمام؟ هلا هذا السبعة باخذ، معناته بدي أخط أعداد بين السبعة، شو بعد السبعة؟ 8. باخذ خط الاعداد بين السبعه والثمانيه بقسمهم لعشر اجزاء، الجزء الثالث هو الجزء المطلوب. ايش استبرق ما فهمتي؟ انا بس مشان نعرف الاجزاء بين مين ومين، انتم كان عندكم بين صفر وواحد. شو اسمه خط الاعداد؟ ما فهمت شغله، انت حطيتي
كان 0 لـ7 وبعدين حطيتي 3 لـ4 يعني حطيتي قلت إنه نعمل خط الأعداد 3 لـ4 تمام. هلا هذا بس إذا عندي هون العدد صحيح 3، أما دائما إذا عندي العدد صحيح هو 0 دائما، إذا 0 هو دائما مثلا إذا 0.9 تمام، دائما بحطه بين 0 والـ1 دائما. إذا عندي العدد الصحيح 0 بحطه دائما بين 0 والـ1 تمام. طيب أما إذا عندي العدد الصحيح غير 0 مثلا 3 بحطه بين 3 والـ4، بين 7 مثلا بحطه بين 7 و8 حسب العدد الصحيح. يعني قصدك إذا كانت 7 ويعني و8 لما احط 7 على مكان 0 لما احطه على خط الاعداد. ايوه تمام. 8 مكان 1. تمام برافو عليك. هلا لك احنا ايش حطينا هون 0 و1؟ لان شو بعد الصفر؟ الواحد صح؟ اه. هلا هون لما قلت لكم 3 ليش حطيت 3 و4؟ لان شو بعد 3؟ 4. هون لان لما حطينا 7 ليش قلنا 7 و8؟ شو بعد 7؟ 8. يعني دائما نحط العدد واللي بعده. تمام تمام اسلام. هلا حبيبتي. تمام رابع. هلا انتو المطالبين في اكتر شيء هو 0 فاصلة مثلا اي شيء، معناته انتو دائما خط الاعداد بيكون عندكم نص 0 للـ1. بس انا اعطيتكم معلومة مشان اذا مثلا حد اجا شيء عدد تاني. تمام بين 0 والـ1 مثلا بيحكوا لنا 0.1. شو يعني 0.1؟ يعني بدي اول جزء، انا هاي بقسمها لعشر اجزاء، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهاي مثلا 10. 0.1 يعني بدي اول جزء، هو هذا هو 0.1. تمام رابع. طيب مين بدي يحل معنا؟ مين كان رافع ايده؟ ديانا أنس. يلا يا ديانا. في مسابقة تزلج على المضمار فاز سعيد على منافسه في 8 جولات من 10، 8 من 10. اكتب الكسر العشرة التي يمثل الجولات التي فاز فيها. شو عندك تكتبي لي اياه؟ صفر. ايوه تمام. فاصل 20. برافو. 8. برافو عليك. شوفي لما ما قالوا لنا اكتب الكسر العشرة معناته اجباري بدي فاصلة عشرية، حطوها ببالكم كسر العشرة يعني فاصلة عشرية، ما بيزبط كسر عشرة بدون فاصلة عشرية. تمام. طيب خط الاعداد كيف ترسمه يا ديانا؟ بين مين ومين؟ بين اي عددين بدي ارسمه؟ الواحد بين الصفر والواحد. برافو عليك. بين الصفر والواحد. طب لكم اسم بدي اسمه؟ او كم جزء؟ عشرة. اي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هاي 10. طب انا اي جزء بدي اياه؟ 8. برافو. ما تدعود انا 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا هو الجزء اللي بدي اياه صح؟ برافو عليك يا ديانا، ممتاز برافو. طيب بدي اطلب من جالاكسي امير، يمكن حكى لي جالاكسي. طيب تفضل يا محمود. محمود. نعم مس. يلا يا محمود اكتب الكسر العشري الذي يمثل الجزء المظلل بالصيغتين اللفظية والقياسية. يلا شايف اول شيء الدائرة؟ يلا احكي لي اياها بالصيغة اللفظية او القياسية بدك اياها. يلا لفظية كم جزء عندي؟ 4. برافو. 4 على 6. لا محمود احنا بناخذ 4 على العدد الاجزاء كامله مظللي والغير مظللي. 4 على 10. برافو عليك. طيب اكتب لي اياها بشكل كسر عشري. أربعة صحيح. ما عندنا ولا واحد صحيح، ما عندنا ولا دائرة ملونة كاملة صح؟
صفر 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 على أربعة صفر فاصلة أربعة. تمام. طيب باللفظية احكي لي إياها باللفظية شو لازم نكتبها إحنا؟ أربعة إيه؟ إيه على أربعة أوكي على خمسة عشرة برافو على أربعة على عشرة أو لحنا بنحكي أربع أجزاء من عشرة بدكم إياها ما مشكلة برافو عليك محمود برافو طيب برافو أوكي هلا بدي علي خلص يلا يا علي رقم الـ A شو هو أي رقم إيه ها اثنين 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 لحال هلا هو الجزء الثاني صح معناته شو نحطه اثنين من عشرة أيوة برافو عليك صفر فاصلة اثنين طيب قول بي ثلاثة من عشرة برافو عليك طيب بصي ستة من عشرة طيب والواحد خطأ ستة واحد صحيح واحد صحيح بس يوم بدي أكتبه أنا من عشرة يعني إذا أكتبيها بشكل كسر عشرة هلا هذا أي جزء العاشر صح؟ ما تنفيني أكتبه عشرة على عشرة ما حكينا إحنا إذا عندنا البسط المقام نفسه يكتبه واحد تمام برافو يا برافو يا هبة هبة عم تحل كتير صح برافو عطشان برافو ممتازين طيب هلا أجزاء من مئة نفس الحكي فمشان هيك بدي أطلب فورا من هبة أوكي هبة يلا تفضلي يا هبة هلا أجزاء من مئة بس انتبهوا شغلي إنه أول شيء حكينا بعد الفاصل بكتب أجزاء العشرة واللي بعده أجزاء المئة دائما أول عدد أجزاء العشرة وتاني عدد أجزاء المئة هبة معايا أي ما اسمعك أي سؤال يلا حبيبتي بدي تقولي لي هون تبي لي حدد القيمة المنزلية رقمين خمسة وسبعة يلا الخمسة إيش هي خمسة أجزاء عشرة برافو عليك والسبعة أجزاء المئة برافو عليك يعني أنا بحكي الخمسة هي أجزاء العشرة طيب لما بكتب السبعة شلون بكتبها بشكل بشكل عدد شلون بكتب بدي اكتب انه هي جزء من 100 0.07 برافو عليك ممتاز يا هبه برافو تمام رابع يعني احنا لما بنحكي هاي اجزاء من 10 بحط 0. العدد اما اجزاء من 100 بحط 0.0 العدد لان اجزاء ال 100 حكينا هو ثاني عدد اما اجزاء ال 10 هو اول عدد تمام؟ طيب اكتب الكسر العشرة 0.53 بالصيغتين اللفظية والتحليلية اللفظية طبعا مثل ما عم نقرأ احنا عم نقرأ 53% فبنحكي 53 من 100 اما التحليلية مثل ما عم نحكي احنا قلنا هي 5 على 10 زائد 3 على 100 يعني 0.5 زائد 0.03 تمام؟ لأن حكينا دائما أول عدد هو أجزاء العشرة، ثاني عدد هو أجزاء المئة. طيب بدي أطلب من ديانا. ديانا. أمي. يلا يا. خلينا نحل مع بعض. حلي لي هاي. اكتبي لي هذا الكسر العشرة بالصيغة اللفظية والتحليلية يلا باللفظية احكي لي 67 من 100 برافو عليك التحليلية كيف بدك تكتبي لي ها؟ التحليلية كيف بدك تكتبي لي 6 من 10 و7 من 100 طب كيف بدك تكتب 6 من 10 احكي لي اياها يعني شو بدي اكتبها بشكل فاصلي
الستة من عشرة كيف بدي أكتبها بشكل فاصلي؟ صفر. أوكي. صفر وفاصل عشرية. آه. ستة. برافو عليك. والسبعة بالمية كيف بدي أكتبها؟ صفر. آه. فاصل عشرية. تمام. صفر. تمام. سبعة. برافو عليك. ممتاز. برافو عليك يا ديانا. برافو. طيب هلا بدي اطلب من سلمى. سلمى معي؟ امس يلا يا سلمى قري لي هذا السؤال. تغلب زي قري لي يا هاي. 59 من 100. برافو عليك. شلون بدي اكتبه بشكل انا قياسي يعني بشكل فاصل كيف بدك تقولي لي؟ تسعة. انتبه شو قريتي انت؟ قريها مرة ثانية. 59 من 100. اوكي شو بدي اكتبه معناتها؟ صفر فاصل. صفر فاصلي كم؟ تسعة. ايه صفر فاصلي قدي؟ تسعة. تسعة وخمسين صح؟ صح. يعني صفر فاصلي نحط الخمسة أول بعدين تسعة. تسعة وخمسين. طيب اكتبي لي إياها بصيغة تحت الصيغة التحليلية. صفر صفر صفر. أوكي. زائد. طيب. خمسة وتسعون. لا الصيغة التحليلية يعني اكتبي لي الخمسة لحالة. هلا الخمسة مش جزء من عشرة؟ كيف بدي اكتب جزء من عشرة؟ بحكي صفر فاصلي خمسة زائد صفر فاصلي صفر تسعة. تمام؟ تمام سلمى؟ صفر فاصلي خمسة زائد صفر فاصلي صفر تسعة. اوكي طيب هبه صح. ليان في عندك شوي غلط. اوكي هلا انا عم تابعكم على الشات اللي عم بيحلوا هاي على الشات. عم تابعكم على الشات. اوكي طيب امير معايا؟ الجالكسي ما كان امير ولا اللي داخل بالجالكسي رافع ايده؟ طيب اوكي مين هلا بده يحل معانا؟ علي. يلا يا علي تفضل. علي امس. يلا يا علي. هلا رالي هون شو مكتوب عندي؟ 21 من 100. برافو. شو نكتبه بصيغة قياسية يا علي؟ 21 فاصلة صفر. برافو عليك. يعني 0.21 نحن نراها من اليسار لليمين. تمام. برافو عليك. طب الصيغة التحليلية يا علي؟ صفر. تمام. زائد. طيب زائد واحد. ليه علي اول شيء 2 من عشرة كيف بكتب بالصيغة التحليلية؟ يعني شلون تكتب لي اياها 2 من عشرة؟ 0.2. برافو عليك. خلص نكتب 0.2 زائد. يلا الواحد من 100 كيف نكتبه؟ واحد من 100 كيف بدي اكتبه؟ 0.01. برافو عليك. ها هي الصيغة التحليلية. تمام؟ يعني كأنه عم نقولك كيف نكتب الواحد لحاله كيف نكتب اثنين لحاله. تمام؟ تمام. برافو عليك. برافو لي أنا عم تحلي أنت صح الشات. برافو عليك. برافو. تمام رابع؟ طيب بدي حدا شاطر
يحلل لي هون شو المختلف بيناتهم، مين المختلف بيناتهم؟ يلا مين بيقدر يحلل لي هاي مين المختلف بيناتهم؟ علي هلا طلعت علي. هبة 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 تفضلي هبة. مس بس اول وحده، اي وحده احكي لي اياها. لون ازرق. برافو عليك. سرعه بالعصر. بس ليش ليش هاي هي المختلف؟ هلا هاي المختلف صح، بس ليش؟ بس هاي 7% وهاي 7%، هاي 70. هاي نص. شوفي احكي لي احكي لي السبعه، السبعه من قديش عندي اياها؟ من 70%. هلا 70% صح، بس طيب هون 70% هون قديش؟ 70 بالعشرة. سبعة سبعة بالعشرة بالعشرة، وهون 70 بالمئة. معناتها مين المختلف؟ الصفرة. الصفرة هي المختلف. تمام. أنا إذا بدي أكتبها طلعي. هلا هون شو بكتب هون؟ أنا بكتب هون 7% صح؟ لأن 7% صح؟ أما هون أنت قلتي لي 70%، فشوف شو صار. هاي 70% وهاي 70%، أما هون شو 7%، معناتها هي المختلف. تمام؟ ماشي حبيبتي. طيب يا رابع، هلا احنا هيك دول الدرسين خلصنا، هون رح ننتقل على الاعداد العشريه. الاعداد العشريه نفس العدد العشري، بس حكينا الكسر العشري، عفوا الكسر العشري بيكون 0 فاصلي مثلا 61 او اي شيء. اما العدد العشري بيكون هون في عندنا عدد مثلا 1 2 3 اي شيء. تمام، نفس ما حكينا. هلا هون هو احاد اجباري، اول عدد على مين الفاصل اجزاء العشرة، ثاني عدد اجزاء المئة. تمام محمود. تمام. طيب محمود شو رايك تحلل لي هذا اتحقق من فهمي، كيف بدنا نحول على صورة عدد عشرة؟ عندي 1 65 على مئة، كيف تحلل لي اياها؟ بس بنحط 1 صحيح. برافو. فاصلة. ممتاز. 65. برافو عليك يا محمود. برافو 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 عليك. تمام، يعني احنا نستون نفس الهاي، بس هون احنا عنا برافو يا هبه. بس احنا عنا هون انه عنا ارقام، مثل انا حكيت لكم اياها قبل بس نرجع نعيدها. عندي أحد، عندي عشرات، عندي جزء من 10، عندي جزء من 100. تمام. طيب هلا الصيغه التحليليه، لما بيحكوا لنا التحليليه، هلا اللفظيه شو اللفظيه؟ بقرا عادي، شلون عم بقرا؟ 48 و 67 من 100، هي الصيغه اللفظيه. هلا الصيغه التحليليه بلش 1 1، هلا هذا عشرات، شو عشرات؟ يعني هي 40، هي أحد يعني بتضل مثل ما هي. هاي جزء من 10 معناتها 0.6، هاي جزء من جزء من 100 معناتها 0.07، حط بيناتهم زائد زائد زائد، ها هي الصيغة التحليلية. تمام، اللي عنده أي سؤال رابع ممكن في هذا الفورم تكتبوا لي على الفورم، ونحن بنحل لكم إياه أو بنحاول نحله بكرة مثل ما في مشكلة. أي حد عنده أي سؤال فيني يجهزه. تمام رابع. طيب مين بدي يحل معنا هيدا الصيغة اللفظية والصيغة التحليلية؟ بدي اوكي علي وهيبة ادهم. هلا دخلت ادهم؟ ادهم هلا دخلت معنا؟ أدهم درس القياس قصدك مش فاهمه؟ وحدة القياس؟ أدهم أنا فتحت لك المايك، بس عليه مش هتحكي معنا.
على كل أحوال أدهم، إذا قصدك أنت على وحدة القياس، هلأ بكرة إحنا رح ناخد نراجع طبعاً الأنماط والقياس والإحصاء والاحتمالات، أوكي؟ فأي سؤال عندك يا فينك تحضره اليوم، تجهزه اليوم، بكرة على الساعة 1 رح تكون آخر حصة لنا، حصة المراجعة الأخيرة، نشرح مع بعض بدك يا. تمام أدهم؟ طيب، بدي أطلب من ليان. I miss. يلا يا ليان. Okay. اكتب العدد العشرة بالصيغة اللفظية والتحليلية. اللفظية شو هذا؟ ريلي يلا شو؟ اللفظية يا مس. اللفظية. 65 صحيح وثمانية وستون من مئة. برافو عليك، ممتازة. طيب الصيغة التحليلية. التحليلية نحط 65. انتبهي، 65 كمان بدنا نعمل تحليلية. 65 كيف نكتبها؟ مين زائد مين؟ 6 10 20 و5 من 100. لا ليش؟ هلا 65 هذا صحيح صح؟ معناته انا بكتب 60 زائد 5 هي احاد وعشرات. 60 زائد 5. برافو. هاي 6 وهاي 5. هلا 2 كيف بدي اكتبها؟ 2 من 10. 2 من 10 نحط 2 فاصلة عشرة، نحط صفر فاصلة اثنين. تمام؟ تمام. طيب الثمانية كيف بدي اكتبها؟ الثمانية لأنه هي من المئة، فمنحط ثمانية صفر فاصلة صفر ثمانية. برافو عليك، برافو عليك، ممتازة. ها هي الصيغة التحليلية، بس مثل ما حكينا العدد الصحيح بخليه صحيح، ما بعمله أجزاء. ال 65 بكتب 60 زائد 5. تمام؟ تمام مس. تمام حبيبتي، يعطيك ألف عافية. طيب هلا هون نفس اللي حكيناه بالأول تقريبا، ما في شيء زيادة، ما في شيء. ديانا. أوكي يا ديانا. هاي مس. يلا يا ديانا. ديانا شوفي لي هذا السؤال. أنهى ثلاث متسابقين مسافة 100 متر كما في الجدول الآتي، اكتب الزمن الذي استغرقه لؤي على صورة عدد كسري. لؤي يلا، شو بدي اكتبه على صورة عشرة. عدد عشرة صحيح. تمام. ثمانية. ثمانية على مية. برافو عليك، برافو يا ديانا. طيب اكتب الزمن الذي استغرقه مؤيد بالصيغة اللفظية. يلا احكي لي يا الصيغة اللفظية. لؤي مؤيد. عشرة صحيح. 14%. برافو عليك. طيب اكتب الزمن الذي استغرقه عمار بالصيغة التحليلية. عشرة صحيح. هلا تحليلي يعني عنا لازم زائد زائد زائد، اوكي؟ عشرة صحيح. اوكي. عشرة زائد. برافو. هلا هي عفوا هو مين عمار؟ الاثنين. ايش هي الاثنين هون؟ اثنين على عشرة. هي جزء من عشرة صح؟ بعد بحط صفر بوينت فاصلة اثنين صح؟ زائد. زائد يلا ثلاثة شو هي؟ صفر. اوكي. فاصلة صفر. برافو. ثلاث. برافو عليك يا ديانا، برافو، ممتازة، برافو عليك. تمام رابع؟ هلا احنا هيك خلصنا الدرس الثالث، هلا فضلنا طيب التحويل بين الأعداد الكسرية والأعداد العشرية. شوفوا كتير سهلة، ما كتير ما تخافوا منها. اللي احنا حكينا هلا هون عندي أنا عدد عشرة، شو يعني عدد عشرة؟ يعني فيه فاصلة. تمام، بكتبه بشكل كسر. كيف يعني كسر؟ يعني هون أنا عندي 12 من 100، فبكتبه 12 على 100. بس انتبهوا في شغلي إنه أنا لازم أكتبه بأبسط صورة. حكينا شو يعني أبسط صورة؟ يعني تقسيم، دائما أبسط صورة يعني بنقسم. تمام، 12 على 100 على شو بيتقسموا؟ تقسموا على 4
12 تقسيم 4 3 و100 تقسيم 4 25. هي 3 على 25 أبسط صورة، هيك كون خلصناها حولناها من عدد عشرة يعني من فاصلي لعدد كسرة يعني خط كسر. انتبهوا العدد العشرة دائما فيه فاصلة عشرية، العدد كسرة فيه خط كسر. مثلا عندي هون 2.25، فأنا بكتب 2 وشو 25؟ هي 25 على 100. تمام؟ أنا بترك 2 خليها مثل ما هي، بروح دائما على الكسر اللي هو 25 على 100، بكتبه بأبسط صورة. هلا بنضل، هلا ممكن نقسمها على 50 أو ممكن نقسمها على 25 فورا، أو ممكن بدكم إياه، ممكن هلا هون إذا على 5 على 5 2 بتضل مثل ما هي، 25 تقسيم 5 5، 100 تقسيم 5 100 تقسيم 5 20. بنرد بنقسمها على 5 على 5، طبعا حكينا 2 اللي احنا ما دخلنا فيها بتضل ثابته، 5 تقسيم 5 1، 20 تقسيم 5 4. هذا بأبسط صورة، هذا هو آخر عدد كسري. تمام رابع؟ طيب بدي حدا يحول لي رقم 2. يلا مين بحل لي رقم 2؟ مين له زمن ما طلع؟ سلمى؟ نعم مس. يلا يا سلمى. 7 75%، كيف بدي اكتبها؟ مس اي صفحة؟ اي صفحة 49. يلا 75% كيف بدي اكتبه؟ 55 على 100. لا رقم 2. 7. تمام. 7 75 على 100. برافو. تقسيم. تقسيم كم؟ تمام. 100 تقسيم 5. برافو. شو بطلع معي الجواب؟ بطلع معي الجواب 7 15 يساوي 7 15 على 3. لا 100 تقسيم 5 20. تمام. هلا على قديش نقسمه؟ 5 على 5 على 5. برافو. سبعة. أوكي. سبعة على سبعة صحيح، سبعة على ثلاث على أربعة. برافو عليك، برافو عليك. هيك وصلنا لأبسط صورة. برافو عليك يا سلمى، ممتاز. تمام رابع. هلا بدي من محمود. محمود. نعم مس. يلا يا محمود. رقم 3 6 و 1 على 4، شلون بدك تحول لي عدد كسر الى كسر 10؟ نفس الطريقه تو حليناها. يلا مش بنحط 6 صحيح؟ لا انتبه، بدي احولها لكسر 10، لكسر 10. شو عندنا المقام هون عندي؟ الأربعة بدي احوله اما للعشرة او للمية. الأربعة فينا احولها للعشرة؟ الأربعة فينا أحولها لعشرة؟ لا لا. لوين بدي أحولها معناتها؟ للمئة. طيب كيف بدي أحول الأربعة للمئة؟ قديش لازم أضربها؟ دائماً حكينا بتذكروا الأربعة، برافو هبة، الأربعة مرتبطة بعدد، مين هو؟ مس 25. برافو، معناتها بدي أضرب 25، 25. الستي بضربها شيء؟ لا لا، معناتها الستي بدها ستي. يلا واحد على 25. 25. برافو. واربعة على 25. 100. برافو عليك. طيب هاي اكتب لي اياها بشكل فاصلي عشرية، يلا بشكل كسر عشرية، شلون بدك تكتبها؟ ستة صحيح. اوكي. فاصلة. ها؟ 25. برافو عليك. برافو عليك. ممتاز. تمام رابع. لما يحكوا لنا كسر 10 يعني يكون المقام اما 10 او 100، اما 10 او 100.
تمام. دائما دائما رابع ال 25 وال 4 مرتبطين ببعض، 25 مع ال 4 مرتبطين ببعض، وال 5 مع 2 مرتبطه ببعض. 5 مع 2 50 مع 2 او 20 مع 5. المهم حتى اذا في شيء صفار، المهم عندي ال 5 و 2 دائما مع بعضهم. تمام تمام رابع. تمام مس. تمام تمام حبيبتي. هلا اخر شيء الكسور والنقود. هلا هذا سهل هذا الدرس صح؟ في حدا عنده اي سؤال عليه؟ رح ناخذ عليه فورا. بدي اطلب من مين هون معنا؟ رامز كأنه عندك مشكلة أنت بالمايك. رامز رامز عندك مشكلة بالمايك؟ أوكي يلا ليان بعدين هبة. أوكي ليان يلا يلا. أعبر عن النقود كلمة مالية باستخدام استعمال الكسور العادية والكسور العشرية. يلا أي سؤال مس؟ سؤال رقم واحد أتحقق من فهمي. أوكي مس، بدنا نحكي الدينار عن ايش تتعبر؟ عن واحد. برافو عليكي يلا. وهي ايش؟ هاي هاي 50 نص. نص برافو عليكي. وهي هاي ربع 25. برافو عليكي. يعني واحد زائد 50 من قديش يا النص؟ من 100. برافو عليكي. وال25 زائد 25 على 10. ليش على 10؟ لأنه يا مس لما حكينا 25، لما نحكي 25 على 10 عشان هال 25 تعتبر 10. يا شوي 25، إحنا هاي 25 مش هي ربع؟ آه متى هي 25 على 100 كمان؟ آه يا مس على 100. آه على 100 دينار، والدينار 100 معناتها هي على 100. تمام. هلا الواحد صحيح بضل مثل ما هو صح؟ الدينار، دينار والربع زائد 50 زائد 25 يساوي دينار واحد صحيح على 75 على 100. برافو عليكي. طيب اكتب لي اياها بشكل كسر عشري، يعني بشكل فاصلي. كسر عشري اوكي. 1.0 اوكي. 1 فاصلي كم؟ 0. لا 0 هي 75 صح؟ معناتها 1.75. شوفي 75. شوفي ليان، ليانا عفوا. شوفي هلا بروح صفر مع اول عدد. اوكي هات صفر مع اول عدد، صفر مع ثاني عدد. هذا عندك شيء صفر تحت تحطيه؟ لا لا، معناتها انا ما بحط هون صفر. لما بزيد عندي صفر ما بيروح مع عدد، حطه هون. اوكي بس اوكي 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 حبيبتي برافو عليكي بس ممتازة. طيب اوكي مين دي؟ ديانا. ديانا محمود. محمود هلا طلعت. ديانا ديانا يلا يا ديانا عبري لي عن هاي رقم 2 النص والعشرة، كيف تعبري لي عنها؟ صفر اوكي. صفر صحيح. 60 على 100. كيف طلع معك 60 على 100؟ كيف طلع 60؟ نص زائد، لأن 50 زائد 10 يساوي 60. برافو عليكي، يعني 50 على 100 زائد 10 على 100 بيساوي 60 على 100. طب 60 على 100 كيف نكتبها بشكل فاصلي؟ 0.60. برافو عليكي، برافو عليكي يا ديانا، برافو، ممتازين. برافو رابع كثير منيح. طيب هلا اخر شيء مقارنه الاعداد. لا بقى هذا وبقى تقريب. اوكي مقارنه الاعداد العشريه وترتيبها. هلا نحن شوفوا مثل ما حكينا الاعداد العشريه دائما بنحطهم تحت بعض، بنرتبهم تحت بعض، بنشوف الاعداد الصحيحه. اذا نفس الاعداد الصحيحه بنروح على اجزاء العشره، نفس الاجزاء العشره بنروح على اجزاء ال100. اوكي بس في شغله، لما بكون عندنا مثلا هون عددين هون عدد، بنحط صفر نستعين فيه مشان يصيروا نفس الأعداد. يعني هون عندنا جزء 10 جزء من 100، هون عندنا بس جزء 10، فبستعين بالصفر مشان يكون عندنا كمان جزء من 100.
بنقارن أول شيء الأعداد الصحيحة، بعدين بنقارن أجزاء العشرة، بعدين بنقارن أجزاء المئة. تمام؟ طيب، يعني مثل هلأ هون عنا، أوكي، هلأ هون على السريع، طلعوا هون بتطلع أجزاء العدد الصحيح نفسه 15 15، هون عندي 7، هون عندي 42، بحط هون 0. تمام؟ فشو عندي 7؟ عندي 4، مين الأكبر؟ السبعة أكيد هو الأربعة، أكبر من الأربعة. ما بحكي العدد 42 أكبر من السبعة، لا، أنا بمشي عدد عدد، بمشي عدد عدد. طيب، محمود، تفضل يا محمود. نعم يا مس. حل لي رقم واحد. عندي 15.6 اليمين. طب احكي لي ليش؟ شو عندي أعداد صحيحة؟ مس عشان يمس ال 15. تمام. وفي كمان على الجنب 15، بقى بكون الأقل هو الأكبر. هلا هون 15 15، تمام؟ شو العدد جزء من 10 هون قديش عندي اياه؟ من 10. شو هو العدد يلي من 10؟ مش 15. محمود ركز معنا، ال 15 هو عدد صحيح، تمام؟ جزء من 10 عندي هون 6، بينما هون عندي كمان 6، بروح لوين؟ على جزء من 100. 100. قديش عندي هون جزء من 100؟ 6. 6، وهون قديش عندي اياه؟ 1. 1، مين الأكبر 6 ولا الواحد؟ 6. معناتها هذا هو الأكبر. انتبه، كل شيء على يسار الفاصل بيكون عدد صحيحة، على يمين الفاصل هن الأجزاء. أوكي محمود؟ أوكي. أوكي. رابع. رابع رابع رابع. أوكي. مين ليان؟ ليان؟ يلا يلا. من الفائز في السباق؟ انتبهي لهون. عندي بشار أخذ 2.37، ماهر 1.57، أشرف 3.7، سمير 2.27. مين اللي فائز؟ الفائز بالمباراة؟ الفائز بالمباراة، مين هو؟ نحكي أمس، أول إشي نحكي على اللي صحيح 2.132. برافو عليك. نشوف بالاثنين، لأن الاثنين بها ثنتين. دقيقة شوي، مين الفائز؟ هلأ الفائز هو اللي قطع المسافة بأقل زمن، صح؟ آه. معناته مين هو؟ أنا الكلام بقول لك أنا مين أصغر عدد، صح؟ آه. يلا مين أصغر عدد؟ الواحد. الواحد، برافو عليك ليان. معناته ماهر هو الفائز. ماهر هو الفائز، آي مس. طيب، رتبي للمتسابقين من الأول للرابع. قلنا الفائز ماهر، صح؟ معناته هو أول واحد. مين اللي بعده؟ البعد بدنا نروح نشوف الاثنين، لانه واحد اثنين بدنا نشوف 2 2 27 37 لعاد سمير الثاني. برافو عليك، برافو برافو عليك، ممتاز. مين بعده بعد سمير؟ بشار الثالث. برافو. واشرف الرابع. برافو عليك، ممتاز ممتاز. طيب مين المتسابق الذي حل في الترتيب الثاني معناته؟ سمير. برافو عليك، برافو يا ليان، ممتاز، برافو. هلا اخر شيء يا رابع بهذا الدرس، بهاي الوحده هاي عشان نخلصها، تقريب الاعداد العشريه. هلا تقريب الاعداد العشريه بيحكوا لنا، برافو عليك هبه، انت عم تحلي على الشات، ممتاز. اوكي، تقريب الاعداد العشريه، اقرب الى اقرب جزء من 10. لما بيحكوا لنا اقرب جزء من 10، انا بتطلع جزء من 10 مين هو؟ السبعة. شوف العدد اللي على يمينه، اللي على يمينه، اذا كان، شوفوا، اذا كان العدد اكبر من 4، العدد أكبر من 4 ضف له 1، تمام؟ أما إذا العدد 4 أو أقل، تمام؟ ونخليه مثل ما هو، ما بنعمل له شيء. يعني أنا هون عندي 7، شو العدد يمينه؟ 4، الأربعة حكينا ما بتعطي، فبتضل هاي مثل ما هي، ما بتضف له شيء، بتضل 8.70. برافو عليك يعني، تمام؟ مثلا هون مين هو جزء من 10؟ هو السبعة. مين على يمينه؟ الخمسة. الخمسة بتعطي بتعطي، معناتها السبعة شو بتصير؟ بتصير 8، بتصير 42.80، تمام؟ ف
فدائما باخذ الجزء من 10 باخذ العدد اللي على يمينه. اذا كان 5 وطالع بنضيف له 1، اذا كانت 4 واقل ما بتعمل شيء. تمام رابع؟ طيب هلا اخر شيء مين بده يحل معنا مشان نكون خلصنا؟ يلا يا عادي اطلع. طيب ليه بس نشوف اذا ما في حدا يحل معنا. اوكي يلا 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 حلي حلينا دبك طلعتي بعدين. سؤال واحد. اوكي بدك تقربي لي لرقم 12. اوكي 60.62 بس وينه لك يا موجودة عندك الشاشة شايفتيها؟ يا بس يلا 60.62 شو هو الجزء من 10؟ الستة. الستة مين اللي على يمينها؟ 2. 2 بتعطي الستة؟ لا معناتها شو بتضل؟ بتضل ستة. معناتها 60.60 صفر. برافو عليك برافو. طيب يلا يا هبة. هبة مس أحب أطلع جوابات. حبيبتي برافو عليك أنك شطورة. يلا يا هبة. هبة طيب ديانا. هبة ديانا أوكي رافعين بس ما بعرف شو المشكلة. طيب هبة ديانا علي. علي بس يلا مين ديانا؟ يلا يا ديانا بدك تقربي لي الأقرب عدد كلي. 7.80 سؤال خمسة. تمانية. طيب كيف طلعت 8؟ يلا أمين طلعت على أي عدد؟ على الرقم 8 هو أكبر من 5 فبيعطي 7 بصير 7.8. برافو عليك برافو عليك يا ديانا ممتازة برافو عليك. بس راح من عندي صورة المايك. طيب أوكي هيك هبة زبط؟ تمام يا مات. تمام حبيبتي يلا نحل مع بعض. بس أي سؤال؟ سؤال ما طول التمساح في الصورة المجاور مقربا إلى أقرب جزء من 10. يلا مين هو جزء من 10 عندي؟ ثلاث. ثلاثة برافو عليك. يلا مين تشوف أي رقم؟ 9. 9 برافو. 9 بتعطي؟ تعطيها 1. معناتها شو بتصير عندي إياها؟ بس بتصير 4.40. برافو عليك يا برافو عليك ممتازة برافو. طيب هلا هيك احنا رابع خلصنا تمام هدول الوحدتين ان شاء الله اموركم فيها تمام. هلا بدي اطلب منكم مثل ما حكيت لكم على الوحده الاولى الوحده الثانيه بتعملوا لي هدول اختبار الوحدي. اوكي بتحلوا لي اياهم. عندكم اي سؤال عليهم في شيء مش فاهمينه عشان بكره نحلهم مع بعض. هلا بكره راح تكون اخر حصه رياضيات معنا على الساعه 1 مراجعه لاخر 3 وحدات ومنخلص إن شاء الله وهيك تكون أمورك للامتحان جاهزة 100%. تمام رابع؟ بكرة تمام. ساعة واحدة مثل أي ساعة؟ ساعة واحدة لأي ساعة؟ حبيبتي مثل اليوم من واحدة إلى ثلاثة إن شاء الله مشان نخلص وتكون الأمور كلها تمام. بس بتمنى منكم أنكم تشيروا لرفقاتكم لزملائكم مشان بيحب يدخل معنا يستفيد معنا لأن بكرة آخر 3 وحدات وبتعرفوا الوحدتين الأخرانية الثنتين الأخرانيات كتير مهمات للامتحان النهائي لأنه ما كنا أخذين فيها امتحان. فبتمنى بكون كله بكرة يكون موجود. الله يعافيك يا رب يا هبة حبيبة قلبي. يسلم ايديك يا بس. هلا حبيبتي وإيديك ميل والله يعطيكم العافية أنتوا كمان بعرف أنه تعبتوا شوي بس إحنا حاولنا مشان يكون أموركم تمام إن شاء الله قبل الامتحانات. بكرة الحصة على الساعة 1 تماما. أوكي؟ بس بكرة الساعة 1 للساعة 3؟ من 1 إلى 3. تمام. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اوكي ديانا اوكي محمود اوكي حبيباتي عم استناكم بكره وما تنسوا تشيروا رفقاتكم. اوكي يعطيكم العافيه وانا بكره بدي اعمل لكم اعطيكم نموذج امتحان ان شاء الله يكون نموذج امتحان نهائي. حبيبتي ليا انت الامر يا روحي باي علي نموذج امتحان نهائي مشان ان شاء الله بكون هيك اذا حليتوه وكان اموركم تمام معناته اموركم تمام. تمام رابع؟ ليش ما
تعطينا آخر إشي؟ كيف؟ ما راح تعطينا السؤال آخر إشي؟ بكرة حيكون حيكون سؤال على النموذج كامل، نموذج امتحان كامل كأنه امتحان نهائي. أوكي أوكي. أوكي مش حاسة بس أنا فين أطلع؟ يعطيك العافية يا مس. الله يعافيك يا حبيبتي. يعطيكم العافية. أستناكم بكرة. أوكي؟ نشوفك بكرة يا مس. إن شاء الله حبيبتي. هلا هلا. مع السلامة.